وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، مرحبا بكم يا أهل القرآن مع الأمثال القرآنية وتفسيرها وبيانها واستنباط الهدايات الإيمانية منها، ليزيد إيماننا ولنترقى في مراقي الإيمان وكمالاته. فإن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من العالمين. أمثال سورة البقرة أكثر السور التي ذكر الله تبارك وتعالى فيها من الأمثال هي سورة البقرة. المثل الأول: كمثل الذي استوقد نارا، وذاكم في قول ربنا تبارك وتعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ولنفهم هذا المثل ولنفهم حقيقة هذا المثل، نريد أن نتدرج في المنهج الذي نريد أن نفهم به الأمثال القرآنية، لنستنبط منها الهدايات الربانية الإيمانية التي يرسخ بها إيماننا، ونترقى في مراقي التزكية لنتقرب من الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة في الله، أولا شرح المفردات. ينبغي أن نفهم بعض الكلمات التي وردت في المثل. كلمة استوقد نارا، كلمة استوقد بوزن استفعل، والهمزة والسين والتاء تدل على الطلب، فعل الذي يبدأ بالهمزة والسين والتاء يدل على الطلب، فاستوقد أي طلب نارا من غيره، فلم يكن عنده نار بل طلب هذه النار وذهب إلى غيره فأخذ منه قبسا أو شعلة، فالنار ليست منه أصالة وإنما أخذها من غيره، أراد أن ينتفع بها من غيره. وكلمة صم أي لا يسمعون، فالصمم أي عدم السمع، وبكم لا يتكلمون، لا يرجعون أي لا يستطيعون العودة إلى ما كانوا عليه أو إلى المكان الذي كانوا فيه. هذه هي أهم المفردات في هذا المثل القرآني. عندما ننتقل الآن إلى السياق الذي ورد فيه المثل، حتى تفهم المثل فهما حقيقيا ينبغي أن تفهم السياق. هذا المثل ضربه الله عز وجل لمن؟ لا يمكن أن تفسر هذا المثل ولا أن تفهمه حتى تستخرج الهدايات والإيمانيات واللطائف إلا أن تفهم السياق. الله عز وجل في سورة البقرة عندما افتتح كتابه العظيم بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، تحدث سبحانه وتعالى في أول خمس آيات على أن هذا القرآن لا شك أنه من عند الله عز وجل، وأن الهدايات التي فيه إنما ينتفع بها المتقون، ثم ذكر صفات المتقين حتى الآية الخامسة. ثم تحدث ربنا تبارك وتعالى عن الكفار في آيتين، ثم بعد ذلك تحدث الله عز وجل عن المنافقين في آيات، تحدثت بعد ذلك عن المنافقين. يبقى تحدث الله عز وجل عن أن القرآن إنما ينتفع به المتقون وصفات المتقين كذا، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة،
هؤلاء هم الذين ينتفعون بالقرآن ومواعظه، ولذلك قال أولئك على هدى، استعلوا فوق الهدى، أولئك على هدى من من؟ من ربهم، وأولئك هم المفلحون الذين فازوا بالمطلوب وبالمرغوب في الدنيا من تحقيق الطمأنينة والراحة، وفي الآخرة بأعظم نعيم وهو القرب من الله سبحانه وتعالى ورؤية وجهه في الجنان وما أعده الله عز وجل لهؤلاء. لكن عندما نأتي إلى الحديث عن الكفار آيتين ثم الحديث عن المنافقين، يبقى المثل هذا الذي ذكره الله عز وجل هو مثل لأي هؤلاء؟ هل هو للمؤمنين؟ هل هو للكفار؟ هل هو للمنافقين؟ الجواب للمنافقين. حتى تفهم المثل ينبغي أن تفهم الآيات من الآية الثامنة وإلى الآية التي ضرب الله سبحانه وتعالى فيها الإيه؟ فيها المثل، وهي الآية السابعة عشرة، لأن الله عز وجل يتحدث عن المنافقين الذين قال فيهم: ومن الناس، أي منافقين، من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. فهؤلاء يظهرون الإيه؟ يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر، نعوذ بالله عز وجل من حالهم. وهؤلاء يظنون أنهم يخادعون الله ويخادعون المؤمنين، والحقيقة أنهم إنما يخادعون أنفسهم هم، وأن الله عز وجل يعاملهم ضد مقصودهم، فالله عز وجل يخادعهم ويتركهم هكذا، فلا يفيقون إلا إذا ماتوا كما سيصور الإيه؟ سيصور المثل. ثم تبين الآيات موقف هؤلاء من المؤمنين، وأنهم يظهرون لهم الإيمان، وأنهم إذا خلى بعضهم ببعض فإنما هم مستهزئون ناقمون على القرآن وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين وعلى الصحابة والمؤمنين، وهكذا المنافقون في كل زمان ومكان، نعوذ بالله عز وجل من حالهم. ثم إن هؤلاء وحال هؤلاء المنافقين أنهم يشترون الضلالة بالهدى، ولذلك تجارتهم تجارة كاسدة خاسرة. فأولئك المنافقون باعوا أنفسهم في صفقة خاسرة، فأخذوا الكفر والنفاق وتركوا الإيمان، فما كسبوا شيئا بل خسروا الهداية، وهذا هو أعظم خسران. الآن فهمتم الكلام على المنافقين؟ يظهرون الإيه؟ الإيمان ويبطنون الكفر، يظهرون حب المؤمنين وموالاة المؤمنين، يتزوجون منهم، ينتفعون بالقرب منهم بالمنافع الدنيوية المختلفة أيا كانت هذه المنافع، ولكنهم في حقيقتهم كفار من الداخل، أو في حقيقتهم في حيرة وتردد إلى أن يأتيهم الموت. مثل هؤلاء كماذا؟ الله عز وجل يقرب لك الصورة، قال: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. والمعنى حال هؤلاء المنافقين في الظاهر لا الباطن، يعني ظاهرهم في الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وباطنهم الكفر، حال هؤلاء في التخبط تشبه حال جماعة كانوا في ليلة مظلمة شديدة الظلام، فطلب أحدهم لهم نارا فجاء بهذه النار، فلما اشتعلت هذه النار أضاءت ما حوله، فلما شعروا بأثر هذا الضوء في حياتهم وظنوا أنه سيستمر معهم واستدفأوا وانتفعوا بهذه النار، وإذا بها تنطفئ. من الذي أطفأها؟ الله عز وجل ذهب بإيه؟ بنورهم، فعادوا إلى ظلام الكفر وظلام الشرك الذي كانوا فيه قبل أن يتعرفوا على المؤمنين، ولكن ذلك لا يمكن بعده أن يعودوا، لأن هذا الظلام إنما يأتيهم الموت إيه؟ الموت فجأة. يعني هذه خلاصة المثل. تعالوا بقى نعيش مع المثل أكثر ونتعمق فيه أكثر. يا ترى المفسرين قالوا إيه عن المثل دول؟ المفسرين لهم كمال كلام جميل جدا. المفسرون لهم كلام في غاية الجمال
سأكتفي بنقل لابن كثير رحمه الله. ابن كثير العالم الرباني المفسر العظيم قال: وتقدير هذا المثل أن الله سبحانه شبههم في اشترائهم الضلال بالهدى. خلي بالك معايا، ربنا بيشبه مين؟ بيشبه بيشبه المنافقين، شبههم أي المنافقين في اشترائهم الضلال بالهدى وصيرورتهم بعد التبصرة إلى العمى هم لما كانوا مع المؤمنين ويأتيهم القرآن وكانوا يجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويرون النبي ويستمعون لمواعظ النبي ويستمعون للقرآن، فهذا نور ينتفعون به انتفاع جزئي، وينتفعون أيضا من مخالطة المؤمنين، وأهم انتفاع أن تحقن دماؤهم وأن يتركوا أن يجلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعاملوا معاملة الكفار. وأيضا إذا جاء غنيمة وإذا جاءت إذا جاء فيء وإذا جاء شيء للمسلمين فيقتسمون معهم ويأخذون معهم، لأنهم في الظاهر إيه؟ لأنهم في الظاهر مؤمنين. فهنا ده انتفاعهم الظاهري. فلما أضاءت هذه النار ما حوله، ما حول هؤلاء الذي استوقدها ومن معهم وهو مثل لكل المنافقين، وانتفعوا بها وأبصروا ما عن يمينهم وما عن شمالهم وتأنسوا واستأنسوا بها وإذا بها تطفأ. تخيل بقى التخبط الشديد لواحد كان في ليلة شديدة الظلام، فاجتهد أحدهم فأتى بالنور، فهذا النور أضاء لهم، أضاء لهم، ففرحوا، ففرحوا بأن حقنت دماؤهم واستفادوا منافع دنيوية، ثم ظنوا أن الأمر سيدوم على ذلك وأنهم سيخادعون الله سبحانه وتعالى في الآخرة. هم ظنوا، هم يعني هؤلاء لغفلتهم ظنوا أنهم كما فعلوا مع المؤمنين وكما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. والكلام أيها الأحبة للمنافقين قديما وحديثا، ليس فقط إيه المنافقون في القديم دون الحديث، لا، هذا حال المنافقين في كل زمان وفي كل مكان، ينتفعون من مخالطة المؤمنين بالمنافع الدنيوية كانتفاع الذي يكون في ليلة شديدة الظلام بهذا الإيه بهذا النور الذي استوقده ولم يكن منه أصالة، وما كان منه أصالة كالمؤمنين نورهم يكون من قلوبهم إذ يخالط الإيمان قلوبهم، إنما هذا يضيء ما حوله فقط، فالإيمان لا يخالطهم. يبقى لما انتفعوا بهذا النور وظنوا أن الأمر سيستمر على هذا وأنهم سيكونون في الآخرة هكذا وأن الأمر سيستمر في المخادعة، وإذا بهم يأتيهم الموت فلا يستطيعون العودة إلى الإيه؟ إلى الإيمان، فيعيشون في ظلمات. ساعة بقى الموت بقى يأتيهم بقى ظلمات الإيه؟ ظلمات الكفر والنفاق وظلمات المعاصي، وكل هذه تنزل على رؤوسهم. فإذا دخلوا القبر فهم في ظلمات، وإذا كانت القيامة فهم في ظلمات، وإذا ألقوا في النار فهم في ظلمات. نعوذ بالله سبحانه وتعالى من حال هؤلاء. وهؤلاء حالهم أنهم صم لا يسمعون ولا ينتفعون بالقرآن، وهم عمي عن براهينه، وهم بكم لا يتحدثون من قلوبهم بما يجدونه، وإنما تتحدث ألسنتهم فقط، ألسنتهم في الظاهر. أيها الأحبة في الله، الآن نأتي بقى إلى أود منكم لو شاركتم، وما هي صورة الممثل به وصورة الممثل له. الممثل به هو حال جماعة كانوا في ليلة ظلماء شديدة الظلام لا يهتدون إلى شيء، فذهب أحدهم وأتى بضوء أو بنار فأشعلها فاستضاءوا وفرحوا واستدفأوا، فلما ظنوا أن الأمر سيستمر على هذا وأن ظلامهم قد انتهى، وإذا برب العباد جل وعلا يفاجئهم ويأخذ هذا النور منهم فيذهب النور. وتعلمون أن النار إنما يكون فيها الضوء ويكون فيها النور ويكون فيها الحرارة والإحراق والدخان، فيذهب الله عز وجل بهذا النور الذي هو القرآن الكريم وبراهينه، فيبقى لهم الإحراق ويبقى لهم الدخان ولا يرون شيئا من هذا النور الذي انتفعوا به جزئيا، فيتخبط بعضهم في بعض ويتخبطون في ظلمات
نعوذ بالله من حالهم. يبقى ده الممثل ايه؟ الممثل به. طيب ربنا بيمثل بمين؟ الممثل له هو حال المنافقين مع المؤمنين، سواء حالهم لما كانوا مع الرسول والصحابة او حالهم في كل وقت. فده حالهم اليوم وامس مع الرسول صلى الله عليه وسلم، هو ده حال المنافق وحال المنافقين. فاعتبروا أيها الأحبة بهؤلاء. يبقى تمثيل حال المنافقين في إظهار الإيه؟ في إظهار الإيمان. طيب الغرض من المثل، هذا التمثيل تمثيل حال المنافقين في ترددهم بين مظاهر الإيمان وبواطن الكفر، فوجه الشبه وظهور أمر نافع ثم انعدامه قبل الانتفاع به. فإن في إظهارهم الإسلام مع المؤمنين صورة من حسن الإيمان وبشاشته، لأن الإسلام نورا وبركة كما جاء في آيات كثيرة، فالصلاة نور وهم كانوا يصلون، والقرآن نور كانوا يستمعون القرآن الكريم وغير ذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم نور. لو تتبعتم كلمة النور في القرآن الكريم لوجدتموها توصف أو يوصف بها أكثر من شيء. فالصلاة هي نور كما ورد في السنة، والقرآن نور، والرسول صلى الله عليه وسلم نور، فكانوا ينتفعون بهذا الايه؟ بهذا النور. ثم لم يلبثوا الى ان يعودوا الى شياطينهم، الشياطين الإنسية وهم من هم على امثالهم، او شياطين الايه؟ الجن، وما توحي اليهم به وما توسوس لهم في نفوسهم الايه؟ المريضة، فيذهب عنهم هذا النور، هذا النور يذهب، فيعودون في تخبط وفي حيرة. ولولا المنافع التي ينتفعون بها من المؤمنين لأعلنوا هذا. ولذلك المنافقون يظهرون في أوقات القوة، أما في أوقات الضعف فيظهرون النفاق، لأن المنافع مش منتفع بحاجة. أما لما يكون هينتفع بمال أو ينتفع بشيء فإيه؟ فيظهر لك. الكلام ده موجود قديما وموجود حديثا، وإن تأملته وجدت عددا من المنتفعين الذين يلتصقون بالدعوة ويلتصقون بك، وتأتي من المنافقات من تقترب من الأخوات وغير ذلك، انتفاع جزئي، انتفاع جزئي. ثم تأتي المواقف ليظهر هؤلاء نفاقهم وبواطنهم الإيه؟ الخبيثة. ولكن أعظم انطفاء لهذا النور ساعة الموت، نعوذ بالله عز وجل من حال هؤلاء. عندما تتأمل هذا المثل وتنعم النظر فيه فإنك تكره النفاق. أيها الأخ الحبيب، إن المنافق إنما ينتفع انتفاعا جزئيا من مخالطة المؤمنين ومخالطة نور القرآن الكريم، ثم ما يلبث أن تظهر له الحقيقة جلية ويتخبط في ظلمات، في ظلمات نعوذ بالله عز وجل منها. الله عز وجل يقول مثلهم كمثل الذي استوقد. خلي بالك من اختيار الفعل استوقد، إذن هم لم يكن عندهم النور أصالة، وإنما أخذوه من غيرهم، أخذوه من غيرهم. واستوقد نارا أي طلب شعلة من النار، فلما أضاءت ما حوله، لم يقل أضاءته هو بل ما حوله، لأن نور الإيمان يكون في قلوب المؤمنين، وأما المنافق يكون حوله ولا ينبع منه، لم يأتي من قلبه. قال ذهب الله بنورهم، الذي ذهب بهذا النور وهذه الفائدة الظاهرة في وقت لم يحتسبوه، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، هو الله عز وجل. فإسناد الفعل إلى الله سبحانه وتعالى هذا فيه خوف شديد وفزع شديد، علي أن أخاف وعليك أن تخاف. فنعوذ بالله عز وجل من حال التخبط. ثم تأمل معي، الله عز وجل قال كمثل الذي استوقد نارا، ثم قال ذهب الله بإيه؟ بنورهم، ما قال بنارهم، قال بإيه؟ بنورهم. وأيضا قال فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بضوئهم، بل قال بإيه؟ بنورهم. لأن كلمة النور هي استعارة لماذا؟ استعارة لنور القرآن، لنور الإيمان، لنور الصلاة، لما كانوا ينتفعون به. وأيضا لأن المعاني القرآنية التي ذكر فيها النور تعود إلى هذا المعنى، وكذلك لأن الله سبحانه وتعالى هذا النور لم يكن أصالة منهم، بخلاف الضوء هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، فقالوا إن الشيء اللي هو بيشع الضوء من نفسه، النور من نفسه، يبقى ضياء. أما إذا
كان انعكاس لشيء آخر يبقى ده إيه؟ يبقى دون نور. ولذلك ده الالتفات والتغاير، التغاير بين الضوء وبين الإيه وبين النور. تأمل أيضا معي وتركهم، وإسناد الفعل تركهم إلى الله سبحانه وتعالى، لأنهم كما تركوا الله سبحانه وتعالى في الأوقات التي كانوا ينبغي أن يعملوا فيها، جاء الله عز وجل في وقتهم أحد ما يكون، يقوم ربنا سبحانه وتعالى يتركهم أحد ما يكون. شفت الراجل اللي هو عايش أو المجموعة اللي هم في ليلة ظلماء، هم أحد ما يكون للنور، فيدوبك يستفيدوا منه الله سبحانه وتعالى يسلوهم هذا النور. فربنا سبحانه وتعالى عاقبهم لأنهم لم يشكروا الله سبحانه وتعالى على هذا النور، بل لم يؤمنوا به. وإن كان الإيمان، إن آمن بعضهم فإيمان جزئي ما يلبث أن يقتله الشك والريب والتردد. وتركهم في ظلمات، لم يقل ظلمة بل ظلمات. ظلمات إيه؟ ظلمات التردد في الحياة والشك، الكفر، المعاصي، وما بعد ذلك من ظلمات، نعوذ بالله عز وجل من هذه الظلمات. فهم لا يبصرون، خلاص الأمر انتهى بالنسبة لهم، يتخبطون يتخبطون. فذهب ضوء النار وبقي حريقها وبقي نارها، وذهب كذلك نورها وبقي دخانها إلى أن يموتوا ويهلكوا. والله عز وجل عندما قال صم، أي هم صم، ده تشبيه بليغ، هم صم وبكم وعمي، فلا يرجعون، أي كيف يرجعون إلى الإيمان الأول، وأن لهم التناوش من مكان بعيد، أو أن لهم التناوش من مكان بعيد في قراءة أخرى، أي أن لهم أن يتناولوا الإيمان وقد حيل بينهم وبين ما يشتهون، لا يمكن لهم هذا. أيها الأحبة في الله، تأملوا هذه الأمثال القرآنية، خلاصة الأمر كن مع الله سبحانه وتعالى، واحذر من النفاق، واحذر من التلوي، وسل الله عز وجل الثبات، وسل الله سبحانه وتعالى العافية، وسل الله سبحانه وتعالى أن يحفظك من النفاق ومن أهله. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.